السلام عليكم متتبعينا الاوفياء في قناه الدبي فيشينغ، وفي حلقه جديده وبلوك جديد كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو من اجل التشجيع فقط. اليوم بغيت نقدم هذا الفيديو للناس اللي كيسولوني على عمليه المونتاج ديال السبينينغ. اول حاجه غنحتاجوها في مونتاج قصبه يوكوزونا الطول ديالها 2700 متر، القدرة التحمل ديالها من 20 كيلو حتى ل 50 كيلو. ثاني حاجة غنحتاجو ليها هي ماكينة ولا موليني فيكينغ، الاسم ديالها فيكينغ فيشينغ، كتهز لاتريس ولا سبي بالحجم ديالو 0.25، كتهز 230 متر، ولا السبيب السمك ديالو 0.30 كتهز منه 180 متر، ولا السبيب الطول ديالو 0.35 كتهز منه 130 متر. ثالث حاجة غنحتاجو لها الطعم الصناعي الربالة اكس راب. رابع حاجة غنحتاجو الخيط لاتريس تاكومي 100 متر، الحجم ديالو 0.35 ملم، وقدرة التحمل ديالو قدرة التحمل من 40 حتى 50 كيلو. واخر حاجة غنحتاجو لها هي هاد الخراسي، تشوفو معايا فيهم بزاف الانواع، الدور ديالهم كيسهل علينا نبدلو الطعم الصناعي الربالات. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر.